38 جزء من الثانية هي مشرفة لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري. شكرا أحمد السادة. متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا العاشر ضمن هذه الأشواط العامة في هذا اليوم مع هذا السن، سن الجذاع، ولكن هذا الشوط هو مخصص للجذاع القعدان ضمن هذه الأشواط العامة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع مقدمة هذا الشوط ونلحق بركب المقدمة في هذه اللحظات لكي نتواصل وإياكم صوتا وصورة إلى المقدمة. هذه مقدمة هذا الشوط. من يحتل المركز الأول الباز، تعود ملكية الباز لعلي بن راشد بن محمد الزبداني المري مع المركز الأول، ولكن حصل دخول وتغيير في هذه اللحظات. من يحتل المركز الثاني غير واحتل المركز الأول الحنيش لمتعب بن سعيد بن محمد بن قحيز المري، وهنا على المركز الثالث، على المركز الثالث من الجانب الأيمن من الجانب اليمين في هذه اللحظات يصل ويتسلل في هذه اللحظة على المركز، على المركز الثالث في هذه اللحظات. من يتواصل الأسد من يحتل المركز الثالث، تعود ملكية السعيد بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، وعلى المركز الرابع من يحتل المركز الرابع. نتابع المركز الرابع في هذه اللحظات، في هذه اللحظات من يصلنا ويتسلل من الجانب الأيمن سلهود، تعود ملكية لحمد بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري. أما المركز الرابع، نعم المركز الرابع عند بن قحيز وشعار بن قحيز، هذا هو الحنيش متعب بن سعيد بن قحيز المري. وعلى المركز الخامس من يتسلل على المركز الخامس يصل هنا مطفي لعبد الله بن سعيد بن علي المحشادي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، أتممناها وذعناها على حضراتكم. ونعود إلى شعار بن شابل، شعار بن شابل مع المركز الأول ومع المقدمة في هذه اللحظات. الباز علي بن راشد بن محمد بن شابل المري مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة. يا سلام، يتحكم في زمام الأمور هنا مع مقدمة هذا الشوط. الله، هنا على المركز الثاني، من يصل على المركز الثاني يصل الأسد سعيد بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الثاني، وهنا على المركز الثالث يصل شعار المحشادي. من يتسلل على المركز الثالث مع مطفي عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي على المركز الثالث رابعا، والمركز الرابع سلهود مع حمد بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري، من يحتل رابع المراكز. أما المركز الخامس من الجانب الأيمن من يتدخل في هذه اللحظات، لفان، لفان تعود ملكية لفهد بن علي بن حسن القبيسي، من يتواجد مع المركز الخامس. يا سلام، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى المقدمة، نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، كما نذكر كذلك بالأشواط الرئيسية. وأول أشواط الجذاع ذهب من نصيب الشاهينية لحمد بن محمد بن سعيد النابت المري، وكذلك أول أشواط القعدان ذهب من نصيب علي بن عبد الله بن معدن الكتبي. يا سلام، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى شوطنا وإلى هذه اللحظات.
1200 على خط النهاية، والقيادة مشاهدينا الكرام هنا مع الباز، مع علي بن راشد بن شابل البري مع المركز الأول ومع الصدارة. يا سلام يا سلام على المركز الثاني، يتواجد هنا الأسد لسعيد بن محسن الشهواني، وعلى المركز الثالث يصل شعار المحشادي. مع المحشادي ومع شعار المحشادي يمطفي عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي بتضمير عبد الله بن صنيقير الوهيبي. يا سلام، وهنا تدخل على المركز الرابع في هذه اللحظات، يتواصل هنا مصيحان عجيان بن صالح بن بريك المري من يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظة. أما المركز الخامس فالوصول من الجانب الأيمن، شعار بن جرحب، هذا شعار بن جرحب، نعم هذا هو الشقب، علي بن محمد بن صالح بن جرحب المري. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، الوضع ما يطمن يا بن شابل، بن جرحب قادم لا محالة. يا سلام يا سلام هنا على المركز الثاني، ولكن يا سلام الباز، ولكن الشقب 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 على المركز الثاني والباز على المركز الأول. الله 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 لمن الناموس. يا سلام صامد صمود الجبال السود، الباز مع المركز الأول، لا زال صامدا، ولكن هنا بنجرحب على المركز الثاني مع الشقب. الله الله، ولكن الله، تهانينا من هذا المكان لك يا بن شابل على فوز الباز بالمركز الأول. المركز الثاني يصل الشقب على ثاني المراكز، الشقب مشاهدينا الكرام لعلي بن محمد بن صالح بن جرحب المري. أما المركز الثالث، المركز الثالث عز الجيش لعلي بن ناصر بن جابر المري. أما المركز الرابع شاهين لحمد بن محمد بن قعيس المري. المركز الخامس يصل مصيحان لعجيان بن صالح المجدور المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نزف التهنية لمالك الباز، 6 دقائق و21 ثانية، 14 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت الباز. تهانينا لسعيد، تهانينا والناموس لمالك الباز، لعلي بن راشد بن شابل المري. أما المركز الثاني فيصل الشقب 6 دقائق و21 ثانية، 36 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الشقب علي بن محمد بن صالح بن جرحب المري. أما المركز الثالث عز الجيش يصل على المركز الثالث 6 دقائق 24 ثانية، 12 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك عز الجيش علي بن ناصر